هلا يا مرحبا والفا ليتي من بعد عقال على قول المثل واللي خدم السيف جنبيه هلا يا معتق الحربي وش اخبارك وكيف الحال ترى لك عندنا في كل يوم وليلة حولية عساكم للبقى قدام يا صل راعي الفنجال انا بحاسبك حتى يجي فنجال بريه تخيل لك خيال ومقبل سد الخيال خيال تاب الله يرزقك بالرزق لازم تصلح النية الله يعين الزحمة ترى ما هي بمنها عهدك قدام خمس ليال على طار القسايم وش قسايم كالخصوصية هي وقف رجال منا ما قفه يسوى مية رجال بدون قصور في حرب الحرايب ما بهم زيه قسايمكم من العجلة وانا ما احب الاستعجال ألا يا ليت في ميزاتكم ميزة شمالية إذا رجالكم سدد قسايمكم بكم ريال ترى رجالنا فك السجين وقفل الدية تعذر ابنا على العجلة وهذه ميزة الأبطال ترى قحطان دايم نارهم طول السنة حية أعرف أنكم رجال أعمال وربوعي رجال أفعال ومن الرجل فعله ندكم وسط السعودية نقول نعم واللي ما يناسبكم يروح الحال تقبل وجهة الأنظار بالروح الرياضية ما هذه عند هذه غير كان انه يجيك خبالم أنا اللي يفعل الحسنة وغيري يفعل السيئة أنا اللي يفعل
ما يرفعنا المديح ولا جرحنا هرجة العذال. ترانا اللي نضد القوم ونعسف الصويتيه. لا بالله ما استوت وفعولكم ما تزن المثقال. ونفعولي كبار وتتعب الناس الكباريه. خلوه يا خيال الصويتية ترى ديرتك روس جبال. وانا اعرف نجد الانجد هو ميدان الفروسية. طيب مع الطيب ماني طيب مع الانذالم. ابا علمك والموضوع سبب لك حساسيه. ترى خيالنا في نجد ما ضده ولا خيال. يوم خيالكم سرح رعية هدى فرعية.